فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع فيه طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم بمذهب الحلول والاتحاد، ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه؟ نعم، إن هذه الأمة وقع في بعضها في بعض فرقها مثل ما وقع لليهود للنصارى أو أشد، مثل ما وقع للنصارى من الغلو في المسيح أو أشد منه، حيث غلوا في عبادتهم واشتدوا في زهدهم حتى خرجوا عن المشروع، وهذا ينطبق على العباد والزهاد المتشددين المتنطعين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام: لا، فإنما إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما أراد ثلاثة نفر أن يزيدوا في العبادة، قال بعضهم: أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب أشد الغضب وقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحة الوسط المعتدلة بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، هذه شريعته صلى الله عليه وسلم، لكن أبى طوائف من الغلاة إلا أن يزيدوا عليها ويخرجوا عن حدها. والله جل وعلا قال لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أمره بالاستقامة هو ومن اتبعه، ونهاه عن الطغيان وهو التشدد والغلو عن الحد المألوف المشروع في العبادة. فوقع في هذه الأمة حتى اشتد الأمر، حتى ظهرت فرقة وحدة الوجود الذين غلوا في التوحيد، غلوا في التوحيد حتى قالوا: إن الكون ليس فيه انقسام، كله هو الله، فمن قال إن هناك خالقا ومخلوقا فهو مشرك، وأما الموحد عندهم فهو الذي يقول إن الكون كله هو الله، ليس فيه خالق ولا مخلوق، ولا مخلوق. بلغ بهم الغلو إلى هذا الحد والعياذ بالله. هذا في الصوفية، في غلاة الصوفية وهم أهل وحدة الوجود. نعم.